بيكون النهاردة هنتكلم على خبر مهم جدا لأصحاب المعاشات وبشرى سارة لعدد كبير من المصريين، والتطبيق هيكون بداية من شهر يوليو القادم. هنعرف تفاصيل الخبر قبل ما نبدأ فيديو النهاردة. صلوا على النبي، ما تنسوش اللايك الشير والاشتراك في القناة عشان يوصلوك كل فيديوهاتنا الجديدة. طبعا هنتكلم عن نص جديد في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد اللي بيحمل بشرى سارة الملايين المصريين، وجه نص القرار بيفيد بالفئات المستحقة لمعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اللي بيجهله كتير من المصريين. بالنسبة لمعاش الشيخوخة والوفاة، بيتضمن اللائحة التنفيذية للقانون عدد من الشروط المحددة لاستحقاق المعاش، وهنرصد طبعا من خلال الفيديو النهاردة كل هذه الشروط. أول شرط منهم بلوغ المؤمن عليه من الشيخوخة مع توفر مدة اشتراك مقدارها 10 سنوات فعلية على الأقل، وتزداد هذه المدة إلى 15 سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025، على ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدد الاشتراك المشار إليها. رقم 2، انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل بالنسبة للفئات المشار إليها من هذه اللائحة، وثبوت العجز الكامل المستديم خلال العمل أو النشاط بالنسبة لباقي الفئات. رقم 3، انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة بالنسبة للفئات المشار إليها في هذه اللائحة. رقم 4، انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها من هذه اللائحة للعجز الجزئي المستديم بشرط صدور قرار اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة 21 من القانون بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل، ويستثنى من هذا الشرط الحالات اللي بيصدر بيها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة. رقم 5، العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه. بعد كده بالنسبة لمعاش الوفاة، يشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة أو الحاجة انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط. رقم 2، ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة، كمان عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك، العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل ويشترط استحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة. أول حاجة انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط، ثبوت العجز أو الوقوع وفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو العمل أو النشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة، وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك، وتوفر مدة اشتراك مقدارها 10 سنوات فعلية على الأقل، وتزداد هذه المدة إلى 15 سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025، وكمان انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المعاش المبكر. دي بيشترط فيها مجموعة شروط. أول حاجة انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط، توفر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بتعطي الحق في معاش لا يقل عن 50 من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وأن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها 20 فعلية، وتزداد هذه المدة إلى 25 سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025. ديت كانت أهم البنود اللي موجودة في قانون المعاشات والتأمينات الجديد. طبعا لو ليكوا أي سؤال اكتبوه في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والمتابعة عشان يوصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة. ومع السلامة.